للاقتراب أكثر من المشهد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. بداية تحية لك أستاذ أكرم. يعني التغير المناخي ونحن في انتظار كوب 27 في نهاية هذا العام الجاري، كيف يمهد أو يساهم إيجيبس 2022 لهذا المؤتمر القادم؟ طبعا الحقيقه انه الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلاسكو كان واضح جدا وكان يحمل رساله مصر وافريقيا الى الدول المتقدمه والصناعيه فيما يتعلق بتغير المناخ. وقضيه تغير المناخ على مدى السنوات الاخيره لم تصبح مجرد قضيه طرفيه او هامشيه، لكنها قضيه رئيسيه لانها تتعلق بغذاء الانسان وكسائه وحياته وصحته وصحه البشر. والحقيقه انه استضافه مصر لكوب 27 في مؤتمر تغير المناخ وكلمة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في جلاسكو كانت واضحة جدا انه دول افريقيا اللي بتطلق 2% فقط من الانبعاثات الحرارية بتدفع ثمن غالي جدا لنتائج عمل الدول الصناعية الكبرى اللي بتطلق اكثر من 60% او 50% من الانبعاثات الحرارية في العالم واللي بتؤدي لارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجلود وتلوث البحار والمحيطات. تغير مناخ. ويمكن الرئيس في محيط واحد قبل أيام أطلق برضه من فرنسا رسائل في هذا الاتجاه، أهمية الحفاظ على 70% من الكرة الأرضية بحار ومحيطات، مهم إنه يتم بنستفيد بها في التجارة، في الثروة السمكية، في الثروة المعدنية، في حياة البشر، وبالتالي أي تأثر بيأثر فيه. من هنا الحقيقة كلمة الرئيس النهاردة في المؤتمر كانت واضحة ومؤكدة لما سبق أن أطلقه، وهي رسالة مهمة جدا. إن القارة الأفريقية بتعاني من مشاكل كثيرة في الطاقة، نصف سكان القارة تقريبا بدون طاقة، في 400 ألف بيموتوا سنويا باستخدام الفحم والخشب والطرق الأولية والبدائية في الإشعال، وبالتالي من حق هذه القارة أن هي تجد طريقها للتنمية والبنية الأساسية وأنها تدخل في الطاقة النظيفة ولديها ثروات محتاجة تكنولوجيا وتقنية توظف هذا الأمر، فالطاقة الجديدة والمتجددة محتاجة. كوب 27 كان في تأكيد لفكرة أن الدول الصناعية الكبرى لازم تدفع 100 مليار اللي هي تعهدت بها في مؤتمرات سابقة لمساعدة دول أفريقيا ودول العالم الثالث على أنها تتجاوز التغير المناخي، خاصة وأنه هم كانوا السبب في هذا الأمر. ويمكن الرئيس تحدث ازاي انه على مدى عقود كانت هذه الدول بتستفيد من القاره الافريقيه، وازاي هذه القاره الاكثر سكانا والاكثر اتساعا بتعاني من فقر وسكانها يفتقدوا الى خدمات صحيه او تعليميه او يعانوا الفقر والجوع. الحقيقه الرسائل دي في غايه الاهميه، واظن ان قمه المناخ اللي هتعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ستكون مهمه جدا للتاكيد على هذه المطالب والتاكيد على حق افريقيا ودول العالم الثالث في التنميه وحق افريقيا كقاره دفعت اثمان غاليه على مدى عقود مع الاستعمار ومع نهب ثرواتها ومع غيره. والحقيقه الرئيس بيقدم صوره مهمه لاستمرار لسياقات دعم الاستقلال، ان الفكره ما بقاش استقلال هذه الدول فقط لكن حقها انها تسترجع حقوقها فيما يتعلق بالتنميه، فيما يتعلق بالبنيه الاساسيه، بالطاقه النظيفه، بانه كمان يبقى الناس لما تلاقي طاقه تقدر تعمل مشروعات صناعيه وزراعيه وغيره، وبالتالي ده ينعكس على التنميه ويوقف الهجره غير الشرعيه ويوقف التطرف ويوقف الارهاب. الحقيقه ده كلام مهم ويربط بعضه، ودي رؤيه مصر دائما في هذا السياق. يعني استاذ اكرم، بمداخله السيد الرئيس خلال الجلسه الحواريه، الحقيقه ركز على اكثر من نقطه عن اهميه نقل الطاقه وصعوبتها، واخذ مصر كمثال في هذا، وايضا انجازات مصر في قطاع البترول والطاقه. الاكثر اهميه واكثر تركيز كان كما ذكرت حضرتك يعني على افريقيا واهميه اعطاء الفرصه الكامله لافريقيا وانها تعيش يعني مرحله انتقاليه كاملة، تأخذ يعني حقها الكامل في المرحلة الانتقالية لتواكب الدول المختلفة. يعني مدى قيمة هذه الرسالة والتأكيد على إفريقيا؟ هي مش رسالة واحدة، الحقيقة رسالة استمرار للرسائل منذ جلاسكو وقبل جلاسكو. دي كلام مهم، ويمكن الرئيس كمان استعرض تجربة مصر والمشاركين الأجانب اعترضوا، يعني اعترفوا بأنه مصر حققت
قفزه ما يشبه المعجزه فيما يتعلق من نقص الطاقه الى الاتجاه الى الطاقه الكهربائيه. ومصر الحقيقه بتحذو حذو مهم جدا في هذا السياق، لانها بتتجه الى الغاز والى الطاقه النظيفه والى ادوات النقل او النقل العام تبقى بالكهرباء، التوسع نعم. في المترو، في القطارات الكهرباء، في السيارات النظيفه، وبتدعم كمان استبدال السيارات، وبتدعم ده من يريد ان يتحرك في هذا السياق. كل دي خطوات مهمه، تجربه مصر هنا مهمه. والحقيقه الرئيس كمان يعني اكد على فكره تجربه مصر فيما يتعلق بحياه كريمه، بمواجهه الطاقه، بالطاقه النظيفه والجديده والمتجدده. يعني مصر تعمل كمان لتقليل الانبعاث الحراري، للاتجاه اكثر للكهرباء والطاقه الخضراء والهيدروجين الاخضر. كل دي طبعا كلام مهم جدا فيما يتعلق بهذا السياق يعني. نعم، الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.